السلام عليكم، ازيكم يا دكاترة، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. السنة دي والترم ده بالتحديد هكون معاكم في مادة الميكروبيولوجي. المادة على قد ما هي صعبة او تشوفوا ان هي طويلة شوية وفيها رغي كتير، على قد ما هي ممتعة جدا ومن المواد اللي انت هتستفاد بيها. المادة لو بصيت لها من بعيد كده والكونتنت اللي بيتشرح في الكلية والكمية ومش عارف ايه وكده، لا وخصوصا في كلينيكال بالذات، هتحس ايه ده كله؟ يعني ايه الكميه دي كلها؟ نلحق نحفظ امتى؟ ولا ايه اللي يتحفظ بالظبط وايه الدكتوره بس بتقوله كده في الليكتشر تزوده عشان انت تكون فاهمه، وايه اللي بيتسال فيه في الامتحان؟ دي بقى شغلانتنا احنا، واقول لك ايه اللي تحفظه وايه اللي تفهمه وايه اللي تركز عليه والكلام ده. فعايزك تكون مركز معايا. زي ما قلت لك الماده هتكون ممتعه، الماده مش صعبه زي ما انت متخيلها، يعني حتى بعد ما تشوف ليكتشر النهارده هتحس ايه ده، هو ده الكلام اللي اتشرح في الكليه؟ طب ما الدنيا حلوه اهي. فعايزك تاخد الدنيا كده بسهوله وبواحده واحده، وان شاء الله هتلاقي معانا في الكورس بنحفظ وبنفهم وبنحل في الاخر وبنجمع وكل حاجه، والورق بتاعنا هتلاقيه في اقل عدد ورق كمان. يعني انت هتلاقي محاضره النهارده كلها في حوالي 4 ورقات بالعرض كده، الدنيا متجمعه معاك، وهينزل لك برده البي دي اف على الجروب، فان شاء الله ما يكونش ناقصك اي حاجه. خلينا نبص كده اوفر فيو بس كده على المنهج بتاعنا، ايه اللي هيتشرح فيه. دكتورتك قالت لك في المنهج بتاعك هيتشرح الانتي مايكروبيالز. الانتي مايكروبيالز دي بقى تشمل الانتي بايوتكس المضادات الحيويه، الانتي فيروسز مضادات الفيروسات، الانتي فانجل الحاجات المضاده للفطريات. خلصنا الانتي بايوتك، هنخش بقى في الانتي مايكروبيال ريزيستنس. ازاي البكتيريا بتقاوم المضادات الحيويه دي؟ عن طريق ان هي بتديفلوب ريزيستنس، ان هي بتتغلب على المضاد الحيوي، بتطلع وسائل دفاع عن نفسها عشان المضاد الحيوي لما يجي يقتل البكتيريا، البكتيريا تدافع عن نفسها، وهو ده الريزيستنس، وده شابتر هنتكلم عنه. بعد كده هتخش دكتوره تانية هتشرح لك الفارماكو كاينتكس والفارماكو داينامكس بتاعت المضادات الحيويه، يعني المضاد الحيوي ده هيعمل ايه في جسمي، ده الداينامكس، وجسمي هيعمل له ايه، ده الكاينتكس. تمام، يبقى احنا هنشوف نكمل كلامنا على الانتي مايكروبيالز بس جوه الجسم بقى هتشتغل ازاي. بعد كده الانتي سيبتكس والديس انفكتنس، المطهرات والمعقمات، وهنخش بعد كده في عمليه الاستيرلايزيشن، عمليه التعقيم، ازاي الادوات الجراحيه بتتعقم، الات التعقيم، التعقيم بالبخار، التعقيم بالاوزون، التعقيم، وسائل التعقيم كلها هنبدا اللي احنا نتكلم عليها في تشابتر الاستيرلايزيشن. بعد كده هنخش بقى في المايكروبيولوجيكال تكنولوجيز، يعني ايه؟ يعني الاجهزة الجديدة، جزء تكنولوجي كده اللي موجودة او اللي بنستخدمها في معامل المايكروبيولوجي. ده كده هنكون خلصنا المنهج. فالمنهج يعني تحسه دسم شويتين ثلاثة، خصوصا يعني عايز اقولك في جامعات تانية المنهج في الترم الواحد هو عبارة بس عن انتي مايكروبيالز وجزء استيرلايزيشن، وفي جامعات المنهج عندهم يعتبر انتي مايكروبيالز بس، فانت تخيل ده كله عندك في ترم واحد. بس ان شاء الله زي ما قلت لك هنبدا ان احنا الدنيا واحده واحده هتمشي معانا. خلينا نبدا كده جزء في الاول، هتلاقي جزء نظري كده بيتكلم لك على الهيستوري بتاع الميكروبيولوجي. انا عايز اعرف ازاي اكتشفوا المضادات الحيويه وبدايه نشاه المضادات الحيويه كانت ازاي. قال لي مبدئيا كان في عالم عندك اسمه بول ايرلخ، العالم ده كان عالم الماني، كان بيدرس الميكروبز في التشو. لقى التشو بتاعي، النسيج بتاعي اهو، ده النسيج كده، لقى فيه ميكروبز بكتيريا. قال لك ياه، لو انا كان عندي ماجيك بوليت. يعني ايه ماجيك بوليت؟ رصاصه سحريه، الرصاصه دي ارميها واضرب بيها التشو فاللي يتصاب البكتيريا بس والتشو يفضل سليم. يبقى تاني الراجل ده كانت بدايه بس تفكير، بدا ان هو يفكر في فكره الماجيك بوليت. خد بالك من حاجه، دكتورتك في المحاضره قالت لك انا مش عايزك هتسمع لي الهيستوري، لا بس تعرف كل عالم عامل ايه. فكل عالم عمل ايه هتلاقيني عامل لك الكلمه السحريه بتاعته او الكلمه السريه اللي عملها. فانت كل ساينتست عمل ايه؟ ده كان صاحب فكره الماجيك بوليت، ده اللي اخترع دواء السلفرسان. فانت هتلاقي كل حاجة اللي معمول عليها شيدنج دي هي دي الحاجات اللي فعلا انت هتأكد عليها وتحفظها وان شاء الله هتلاقيها في الامتحان. طيب يبقى عم بول قالك ايه؟ يا لو كان مجرد تفكير، لو كان عندي ماجيك بولت تقدر ان هي تصيب البكتيريا وما تصبليش التشو. طب هل قدر ينفذ الحلم بتاعه ده؟ قال لي ايوة، عن طريق اكتشافه لدواء اسمه السالفرزان.
طيب الدواء ده يا دكتور كان بيعالج ايه؟ كان بيعالج السيفلس. من اسمه كده الدواء لقاه بيعالج سيفلس بحرف الاس، فسماه سالفرسان بحرف الاس. طب ايه مرض السيفلس ده؟ ده بالبلدي كده بنسميه مرض الزهري. ده سيكشوالي ترانسميتد ديزيز، من الامراض الجنسيه الخطيره جدا والمعديه جدا، وكانت بتسبب وفاه بعض الناس في فتره من الفترات. فهم اكتشفوا حل وعلاج للسيفلس ده، وكان اول علاج يكتشفوه هو السالفرسان. طبعا في علاجات تانية دلوقتي احدث كتير هنتكلم عليها في المنهج ان شاء الله، بس كان اول دواء مين؟ سالفرسان. مين صاحب فكره السالفرسان؟ بول إيرليخ، ده كان عالم ألماني. في أي مشكلة في الكلام ده؟ ولأن السالفرسان بيعالج كمان الترايبانوسوما، يعني بيموت الترايبانوسوما اللي بتسببها حاجة اسمها تسيت سي. الترايبانوسوما ده يا جماعة بيسبب لي مرض النوم، إن الشخص ده تحس إن هو مش مركز، عايز ينام على طول. طبعا تحس إن المرض ده عند أغلب الطلبة، بس هو ده بيكون بصورة سيفير شوية، مش زي اللي عندك كده انك بتحس انك اول ما تفتح الكتاب عايز تنام، لا ده حاجة تانية، ده مرضي. تمام يا جماعة؟ ده بيسببه دبانة، كانت اسمها دبانة التسي تسي. حتى كان بعض الناس يقول لك الواحد يلاقيه بينام يقول له ده قراصته دبانة التسي تسي. يعني انا صغير كنت فاكر التسي تسي دي اللي هي ايه، احد بيهزر. طلعت فعلا في دبانة اسمها تسي تسي بتنقل حاجة اسمها الترايبانوزوما. الترايبانوزوما ده بتسبب سليبنج ديزيز. طيب يبقى انا كده ربطت لك الدنيا ببعضها، السيفلس والترايبانوزوما مين كان بيعالجه؟ السالفرسان. مين اللي اكتشف السالفرسان؟ عمك بول، عن طريق فكرة الماجيك بولت. يبقى افتكر بول بولت، بول بولت. في اي مشكلة كده؟ طيب بعد كده خد بالك من حاجة، السالفرسان ده اكتشف على سن هو ده عادي، ما كانش فيه في دماغه بقى فكرة انتيبيوتيك وانتيبيوزيس والكلام ده، يعني ما حطلوش اسم، ما حطلوش الدواء ده يندرج تحت عيلة ايه. جامين بقى عمك ألكسندر فليمنج، ده يعتبر زي أبو المايكروبيولوجي بتاعتنا كده. عم ألكسندر جاب بيتري ديش، طبق زي اللي بتزرعه عليه اللي هو طبق الأجار ده. الطبق ده كان بيحتوي على فانجاي وكان بيحتوي على بكتيريا. كان بيحتوي على فانجاي من فصيلة البنسيلين اللي بسميها بنسيليم سبيشيس. يبقى تاني الطبق ده كان فيه حاجتين، بنسيليم وكان في مين يا جماعة؟ ستافيلوكوكس. لقينا ان الستافيلوكوكس لما وقع عليها البنسيليم الستافيلوكوكس ما حصلهاش جروث في الطبق. طب ده معناه ايه؟ ده معناه يا دكتور الاتنين مش عارفين يعيشوا مع بعض. طب مين اللي مات؟ اللي مات الستافيلوكوكس. طب مين اللي عاش؟ اللي عاش الفنجاي اللي هو البنسيليم سبيشيس. قالك بس ده معناه حاجة، ان الفنجاي بتاعي اللي هو البنسيليم ده طلع مادة، المادة دي قتلت البكتيريا اللي هي الستافيلوكوكس. قال لك خلاص الفنجاي اسمه بنسيليم، فأنا هسمي المادة دي بنسيلين. يبقى ايه البنسيلين ده؟ دي المادة اللي طلعت من البنسيليم عشان تقتل لي مين؟ الستافيلوكوكس. تمام كده؟ طب تمام كده. قال لي بص، مش البنسيلين ده يا دكتور قتل كائن حي زميل، فالكائن الحي يعني بايوزس، فده قتله فهسميه انتي بايوزس، يعني دواء قاتل للكائنات الحية. دواء كائن حي طلعه قتل كائن حي تاني اللي هو بالبلدي كده الانتي بايوزي. يبقى اول واحد استخدم مصطلح انتي بايوزس بالمعنى المتعارف حاليا هو كان ألكسندر فليمنج. سؤالي ليك، هل ألكسندر فليمنج عرف يستخلص كميات كبيره من البنسلين ويستخدمه في قتل البكتيريا والكلام ده، خلاص بقى اكتشفت مضاد حي والكلام ده؟ قال لي للاسف لا، هو وصل لحته اللي انا قدرت اطلع البنسلين بس كان بكميات صغيره ما تكفيش لغرض علاجي، ومن هنا بدا دور باقي العلماء زي فلوري وتشين. فلوري وتشين دول كانوا عايشين في وقت الحرب العالميه الاولى. قال لك بص يا سيدي، انا ألكسندر فليمنج اكتشف اكتشاف رائع، اول مضاد حيوي فعلي وسماه مضاد حيوي وبدا يجيب الخصائص بتاعته اللي هو البنسلين، واكتشف ان في كائنات بتطلع مواد بتقتل البكتيريا اللي هي المضادات الحيويه وسماها انتيبايوزس. ومن هنا قالك احنا عايزين نكبر السكيل مش اكتر ولا اقل.
طب اشمعنى؟ عشان الجنود بتوع الحرب العالميه الاولى كانوا بيموتوا مش بسبب الرصاصه اللي بيتضربوا بيها قد ما هم بيموتوا بسبب الجروح، الجرح اللي اتصاب بيه جرح مفتوح، فالجرح المفتوح ده يلم بكتيريا، البكتيريا تعمل سبسس، تعمل زي تسمم في الدم وتعمل شويه صديد وبص وكده، ويسخن ويموت الجندي كل سنه وانت طيب، بقى تعوير قد كده يموت بيها، خياطه قد كده يموت بيها، فلقوا ان الجنود بتاعتهم بتموت بسرعه، قال لك لا نستغل فكرة المضاد الحيوي، هات لي البنسلين وقدرنا نطلع البنسلين بكميات كبيرة مش عليك. ايه هي الطريقة؟ المهم ان الماس برودكشن حصل من اول 940 في عصر فلوري وتشين. يبقى جمع معايا كده، جمع معايا بول إيرليخ اول واحد فكر اللي انا عايز اقتل البكتيريا من التشو، بعد كده الكسندر فليمنج بالصدفه اكتشف فكره الايه الانتيبيوتيك واشتغل عليها وقال لك دي حاجه اسمها انتيبيوزس. مين كبر السكيل؟ فلوري وتشين. بعد كده بعد الحرب العالميه الاولى سنه 44 الموضوع بدا ينتشر في العالم كله، جاء عالم اسمه واكسمان. بعد كده واكسمان ده عمل ايه يا جماعه؟ اكتشف مضاد حيوي جديد. يعني هم قبل كده كانوا شغالين بالبنسلين لغايه سنه 44 ما كانش فيه غير بنسلين. طب مين جاء بعد البنسلين؟ بقى الستريبتومايسين. طب البنسلين كنا جايبينه من فطر البنسلم، الستريبتومايسين اكيد جايبينه من فطر الستريبتومايسيس صح ولا لا؟ يبقى ده جايبينه من البنسلم وده جايبينه من الستريبتومايسيس جريسيوس. بعد كده جاء واحد اسمه جيرارد دومج. جيرارد ده اول واحد طلع انتيبيوتيك بس مش من كائنات حيه. يعني ايه يا دكتور؟ يعني لو تشوف كده على ووكسمان وعلى الكسندر فليمنج وعلى اللي قبلهم كانوا بيجيبوا مثلا البنسلين من فطر البنسلين، ده جاب الستريبتومايسين من كائن حي برضو الستريبتومايسيس جريسيوس. هيجي من اول عصر ده اللي هو عصر جيرارد ده قال لك لا انا هستخدم ماده صناعيه كانتيبيوتيك. الماده دي كانت البرونتوزيل ريد داي، صبغه. الصبغه دي لقينا ان ليها القدره ان هي تقتل بكتيريا الانفكشن في المايس في الفئران الصغيره، يبقى صبغه وبتقتل بكتيريا، اذا الصبغه دي استخدمها كانها انتيبيوتيك صح ولا لا؟ الصبغه دي حاليا اشتقوا منها مواد السلفونامايدز اللي هي عيله السلفه اللي فيها اس اللي بتحتوي على سلفر. يبقى تاني البرونتوزيل ريد دي ماده صبغه قدروا يجيبوا منها بعد كده السلفونامايد يشتقوها منها. فكره الصبغه دي ان هي كانها انتيبيوتيك عادي. في اي مشكله عندي كده يا جماعه؟ ده جزء الهيستوري بكل بساطه اللي عامل لكم قلق. طيب بص لي هنا بقى على انواع الانتيبيوتكس. قال لي انا هعمل انواع الانتيبيوتكس على حسب السورس، على حسب الانتيبيوتيك ده جاي منين. قال لي بدايه خالص وبدائيا خالص كان الانتيبيوتيك يا اما يا اما يا اما بيجي من بيولوجيكال سورس زي يا اما فنجاي يا اما بكتيريا. بيولوجيكال سورس يعني ايه؟ يعني كائن حي، كائن حي تاني بيطلع المضاد الحيوي بتاعي. زي مثلا انا قلت لك البنسيليوم يطلع لي البنسلين، الستريبتومايسيس يطلع لي الستريبتومايسين. في اي مشكله كده؟ الاكزامبلز بتاعتي اهي، قال لي بنسيليوم كريسوجينم ده اللي بيطلع لي البنسلين، لكن بنسيليوم جريسيوفولفين ده بيطلع لي جريسيوفولفين. يعني بص هي بتيجي بالسنس والله، والله مش شرط تحفظ ورقه وقلم وكده، بالسنس بسيطه جدا. بص اسمها بنسلم جريسيوفولفان فالدواء هيبقى اسمه جريسيوفولفين، شلت دي وحطيت اي ان ما فيهاش اي افتكاسه. سيفالوسبوريوم الدواء اللي هشتقه منه اسمه سيفالوسبورين او سيفالوسين من عيله السيفالوسبورين، هي هياها يعني. تمام يا جماعه؟ فانا بشوف الاسم بتاع السبيشيس وبجيب منه اسم الدواء اللي هشتغل عليه. والادويه دي يعني انت ممكن في حصه النهارده تلاقي اسامي ادويه غريبه على ودنك تقول انا هحفظ ده كله ازاي ومش عارف ايه، بس هي الفكره ان هي ممكن تكون اول مره تسمع عن الانتيبيوتكس دي، بس هتكرر مره واثنين وثلاثه وهتدرس كل واحد بالتفصيل، فانت خلاص هيثبتوا الاسم ده بالنسبه لك هيكون اخر مشاكلك حرفيا، فما تقلقش يعني الاسماء مع التكرار هتحفظها. طيب بص يا سيدي، دي فانجايز، دي كلها فانجاي. يعني ايه فانجاي؟ افتكر اف فانجاي يعني فطريات، انما بكتيريا، بكتيريا بص بي 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 يعني ايه بي بي بي؟ بكتيريا عندي باسيلاي، الانتيبيوتيك اللي بجيبه من الباسيلاي بجيب حاجتين، باسيتر مش اسمها باسيلاي اهي بي ايه، يبقى الانتيبيوتيك باسيتراسين. والله سهله
دي بتجيبها من الاسم، وبي تانية بس بي فور بن بوليميكزين. يبقى تاني انا عندي اربعة بي كده، باسيلاي با سيتراسين بوليميكزين. طيب احنا حفظنا، انا بحاول احفظك. السيمي سينثيتك بقى دكتور، فكره السيمي سينثيتك انتي بايوتيك اللي انا جبت الانتي بايوتيك العادي وبدات اعدل فيه، يعني جبت الانتي بايوتيك الطبيعي اللي طالع من كائنات حيه وبدات اعدل فيه. انما الفول سينثيتك او اللي بسميه كيموثيرابي، ده دواء متصنع 100% في المصانع، زي الصبغه اللي احنا اخدناها اللي قلت لك بشتق منها عيله السلفوناميد، دي عيله السلفه اللي فيها سلفر فيها حرف الاس، فدي عيله صناعيه 100%. زي عيله الكينولونز، الناس اللي نزلت صيدليات وشغل وتدريب في صيدليات تسمع عن دواء اسمه السيبروفلوكساسين والليفوفلوكساسين والسيبروفار والحاجات دي كلها من عيلة الكينولونز، وهنشرحها بالتفصيل ان شاء الله. دي عيلة صناعية 100%. بعد كده بيقول لي شوية ديفينيشنز كده، وعايز اقولك ان لازم يجيلك منها في الامتحان، خصوصا امتحان الميد تيرم. يعني ديفينيشن سهلة جدا، ويعني مش عايزك تحفظها بورقة وقلم قد ما انت تكون فاهمها. اول حاجة الانتيبيوتكس. يعني ايه يا دكتور انتيبيوتيك؟ تعال قول لي اهو. انتيبيوتيك يعني ماده بتقتل البكتيريا، بتقتل المايكرو اورجانيزم. بس خد بالي من حاجه، في فرق ما بين الانتيبيوتيك والانتي مايكروبيال. ايه ده يا دكتور؟ ايه الفرق؟ بص يا حبيبي، قال لي الانتيبيوتيك يعني دواء مشتق من كائن حي اللي هو فانجاي او بكتيريا، اللي بالبلدي كده اللي هي ليفنج اورجانيزم. لكن لو كان سيمي سينثيتك او كان سينثيتك، ده كده ما بسموش انتيبيوتيك، امال بسميه يا دكتور؟ قال لي بسميه انتي مايكروبيال. ده زي ما قال الكتاب، ده كلام نظري على الورق، بس انا لما اجي في المنهج اقول لك كلمه انتيبيوتيك قصدي بيها الانتيبيوتكس عموما، قصدي بيها دول كلهم، سواء بقى ناتشرال، سواء كان سيمي سينثيتك، سواء كان سينثيتك، قصدي بيها كلهم. فاهمين قصدي ولا لا؟ يبقى مش قصدي، عشان يا دكتور انت قلت انتيبيوتيك يبقى قصدك ليفنج اورجانيزم، وانت قلت انتي مايكروبيال يبقى قصدك، ما فيش الكلام ده. يبقى ده كلام بس كده ايه، نظري. يبقى الانتي مايكروبيال على السينثاتيك والسيمي سينثاتيك، والانتيبيوتيك بس على الحاجات اللي هي الايه، ميتابولايت جاي من اورجانيزم. وهتلاقيني الكلام المهم اللي بيميزه انا عامله لك بالبولد عشان تحفظ، عشان ما تفضلش ايه تايه كده في الورق. فركز لي بالله عليك على الكلام اللي انا عامل لك عليه بولد، الكلام اللي عامل لك عليه هايلايتس، الحاجات دي مهمه جدا. طيب يعني ايه بكتيريسايدال يا دكتور؟ قال لي سايدال يعني كل، يعني بيقتل. انما كلمه ستاتيك يعني بيخليه ثابت، ستاتيك بيخليه ثابت يوقف. بكتيريا سايدل يعني دواء قاتل للبكتيريا، بيذبح البكتيريا، يموت البكتيريا ويقتلها. بكتيريا ستاتيك يعني الدواء بتاعي يحافظ على البكتيريا، يخلي لي البكتيريا ما تكبرش، يعمل بريفنت للجروث، يخلي لي البكتيريا ما تتكاثرش وعددها ما يتضاعفش، ده البكتيريا ستاتيك. انما البكتيريا سايدل يخش على البكتيريا، ده سفاح يقتلها، يبقى يقلل لي عددها عن طريق ان هو يقتلها، ده سايدل. انما يوقف نموها بس، ده بكتيريوستاتيك. طب يا دكتور البكتيريوستاتيك ازاي هيضيع البكتيريا؟ ده وقف نموها. طب ما هي البكتيريا هتفضل في جسمي. هقول لك البكتيريا فضلت في جسمي ما تكاثرتش، مش عند حضرتك جهاز مناعي؟ اه، يجي المناعه تبدا تخلصك من البكتيريا دي. يبقى تاني بكتيريوستاتيك ده بستخدمه يوقف نمو البكتيريا ما تتضعفش ما تتكسرش، الجسم يجي يقضي عليه. بكتيريا سايدل ده السفاح اللي بيخش يقتل ويذبح البكتيريا، يبقى ده كل، لكن ده بريفنت مالتيبليكيشن. طيب يعني ايه ام اي سي؟ ده مينيمم انهبيتوري كونسنتريشن. يعني ايه؟ يعني اقل، بالبلدي كده اقل تركيز من المضاد الحيوي يوقف نمو البكتيريا. يعني على سبيل المثال، انا مثلا لقيت ان البكتيريا بتاعتي جربت عليها مثلا 10 ملي جرام انتيبيوتيك، لقيت ال 10 ملي جرام ما موتوش البكتيريا، ما عملوهاش انهبيشن. بعد كده جربت عليها 20 ملي جرام ما عملوش انهبيشن، جربت 30 لقيت البكتيريا بتموت. فالبكتيريا ماتت من 30، يبقى اكيد هتموت من ال 40، يبقى وش هتموت من ال 50، صح ولا لا؟ مش محتاجه اي افتكاسات. يبقى طالما ماتت من ال 30 يبقى هتموت من ال 40، يبقى هتموت منين؟ من 50. طب مين اقل كونسنتريشن فيهم؟ ال 30. يبقى اقل رقم بيموت هو ده الايه يا جماعه؟ المينيمم انهبيتوري كونسنتريشن، او هو ده الام اي سي. يعني ايه كلمه سبيكتروم؟ كلمه سبيكتروم يعني البكتيريا شغاله لانهي مدى. قال لي، او سوري، الانتيبيوتيك شغال لانهي مدى.
قال لي في نوعين من المضادات الحيويه. يقول لي المضاد الحيوي ده يا دكتور، يا اما نارو سبيكترم يا اما برود سبيكترم. يعني ايه نارو سبيكترم؟ يعني شغال على فصيله معينه بس من البكتيريا، يا اما بيموت جرام نيجاتيف يا اما بيموت جرام بوزيتيف. لكن يقول لي الانتيبيوتيك ده برود سبيكترم. يعني ايه برود سبيكترم؟ يعني بيموت لي الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف، وممكن ياخد معاها في السكه يموت لي مايكوبلازما، يموت لي ريكيتسيا، يموت لي كلاميديا. خد بالك الحاجات دي خارج تصنيف الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف لو تفتكر من السنه اللي فاتت. تمام؟ يبقى تاني برود سبيكترم يعني ايه؟ واسع المجال، جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف ومعاها شويه حبشتكنات، او جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف. لكن نارو سبيكترم يعني ايه يا جماعه؟ يعني شغال يا اما على جرام بوزيتيف يا اما على جرام نيجاتيف، يعني سبيسيفيك. طب مين احسن؟ اكيد طبعا البرود سبيكترم هو اللي بيقتل اكتر نوع من البكتيريا. يعني ايه يا دكتور سيلكتيف توكسيستي؟ يعني ايه؟ قال لي بص، فاكر فكره عن مكبول اول واحد قال لك انا عايز الماجيك بوليت؟ فكره الماجيك بوليت كانت ايه؟ الرصاصه السحريه اللي فكر فيها التخيل الجميل ده، ان هو يخش يقتل البكتيريا ويسيب التشو زي ما هو. يعني ايه؟ يعني توكسيك لحد معين. هو عارف هو داخل لمين، ما يأذكش، يأذي البكتيريا اللي عندك. هو ده سيلكتيف توكسيستي، هارمفول للبكتيريا بس كويس مع الهوست سيل ما يأذيهاش. وصلت ولا لا؟ طيب السيلكتيف توكسيستي اشمعنى يا دكتور؟ يعني هو المضاد الحيوي دي الحبايه دي هتفهم فين البكتيريا وفين الخلايا بتاعتك؟ مش هي ممكن تخش تلطش تموت البكتيريا وتموت الخلايا وتموت مش عارف ايه؟ اقول لك لا، هي بتفهم. طب هتفهم ازاي؟ قال لي بص، عن طريق مثلا ان الانتيبيوتيك بيمسك في ريسبتور معين زي ما نشوف النهارده. الريسبتور ده مش موجود غير عند بكتيريا. الانتيبيوتيك ده مثلا بيمسك في سيل وول. طب انت الخلايا بتاعتك الانيمال سيل دي فيها سيل وول؟ لا، انت ما عندكش سيل وول، البكتيريا اللي عندها. طب ما هو الانتي بايوتيك شغال على السيل وول، فهو هنا سيلكتيف. انتي بايوتيك داخل يدور على السيل وول، فين السيل وول اللي قدامي؟ لا، بكتيريا هيشتغل عليها. طب لا، الخليه بتاعتك انت الخليه بتاعتك عندها سيل وول؟ ما عندهاش، فمش هيشتغل عليها. وصلت ولا لا؟ يبقى ده كده فكره ان هو سبيسيفيك، بيحدد حاجه معينه، او سبيسيفيك لبايو كيميكال ايفنت معين. يعني على سبيل المثال، انت البكتيريا مثلا بتعمل عمليه ميتابوليزم معينه، الخلايا بتاعتك ما بتعملهاش، فانا الدواء ده داخل يوقف الانزيم الفلاني اللي موجود في البكتيريا. الانزيم ده مش عندك انت شخصيا، فبالتالي الدواء مش هيأذيك. وصلت ولا لا؟ انما تعالى بص لي بقى على ادويه مثلا هتشتغل على السيل ممبرين هنا وهنا، ممكن لا، ممكن تلطش هنا وتلطش هنا، بس في حاجات بتحكمها لما هنوصل لجزء السيل ممبرين هنتكلم عليها ان شاء الله. تمام؟ طيب ايه صفات الايديال انتي مايكروبيال ايجنت؟ يعني ايه صفات المضاد الحيوي المثالي بالبلدي كده؟ قال لي اول كلمه هتلاقيها متبروزه كده، مفيش حاجه اسمها مضاد حيوي مثالي في الوجود. ليه؟ عشان مفيش حد مثالي، حتى المضادات الحيويه، حتى المضادات الحيويه. طب امتى اقول على المضاد الحيوي ده مثالي 100%؟ قال لي اول حاجه لما يكون سيلكتيف توكسيستي، ما يأذيلكش التشو بنسبه 1%، ما يهوبش ناحيه التشو بتاعك. تاني حاجه ما يحصلش منه هايبر سنسيتيفيتي، ما يحصلش منه حساسيه. وعايز اقول لك في مضادات حيويه كتير بيحصل منها حساسيه وتدخلك في حاله انافيلاكتيك شوك، ويحصل ان الشخص يموت بسبب حساسيه المضاد الحيوي. عشان كده في مضادات حيويه خصوصا البنسلينز ومشتقاتها يتعمل لها اختبار حساسيه تحت الجلد الاول. طيب ان المضاد الحيوي بتاعي يكون سريع بيخترق التشو ويكون سيلكتيف على البكتيريا، ان المضاد الحيوي بتاعي ما يحصلش فيه ريزيستنس بسرعه. يعني ايه يا دكتور فكره الريزيستنس؟ فكره الريزيستنس بكل بساطه لغايه ما يجي الشابتر بتاعها، يعني الفكره بكل بساطه ان انا عندي المضاد الحيوي بيهاجم بكتيريا، فالبكتيريا ذكيه تشوف المضاد الحيوي ده بيأذيها ازاي. انا انت بتأذيني عن طريق انك بتهاجم السيل وول، فانا هغير في شكل السيل وول. انت بتأذيني فانا هطلع لك انزيم، الانزيم ده يكسرك. فبتبقى حرب بقى ما بين البكتيريا والانتيبيوتيك، ونشوف مين هينتصر عليها. لو البكتيريا هي اللي انتصرت يبقى كده البكتيريا عملت ريزيستنس، قاومت الانتيبيوتيك. دي مصيبه. قول لي مصيبه ليه؟ عشان السلالات الجديده اللي البكتيريا هتنتجها هتكون مولوده بجين المقاومه دي، هي مولوده عارفه هتتغلب على المضاد الحيوي ده ازاي. ولو اتعادت لشخص معين يبقى الشخص ده هو كمان مقاوم للمضاد الحيوي. وصلت ولا؟ دي فكره الايه؟ الريزيستنس.
طيب ان الانتيبيوتيك ده ما ياثرليش على النورمال فلورا، ما ياثرليش على البكتيريا النافعه. ما هي البكتيريا النافعه دي زي البكتيريا الموجوده في القولون والبكتيريا المفيده بتاعتي، انا مش عايزه ياثر عليها، مش عايزه يؤذيها. ليه؟ عشان البكتيريا دي بتطلع انزيمز مفيده، تمام؟ وانه يكون برود سبيكتروم. يعني ايه برود سبيكتروم؟ يعني شغال على جرام بوزيتيف وشغال على جرام نيجاتيف وشغال على مثلا المايكوبلازما او المايكوبكتيريا، شغال على الكلام ده كله، تمام؟ دي صفات الانتيبيوتيك المثالي. هل في انتيبيوتيك اتحققت فيه الصفات دي بنسبه 100%؟ هقول لك لغايه دلوقتي لا يوجد انتيبيوتيك مثالي. تعال نشوف بقى ايه الميكانيزمات وايه الكلاسيفيكيشنز بتاعه الانتيبيوتكس اللي في الدنيا كلها. قال لي انتيبيوتيك هنقسمه على حسب هو هيشتغل على ايه، يعني انتيبيوتيك ده بيعمل ايه بالظبط. قال لي هنلاقي مثلا طبعا انتيبيوتيك شغال على المايكرو اورجانيزم مش على الهوست سيل، يعني مش شغال على مثلا خلايا بتاعتك انت، لا انا عايزه يأذي البكتيريا ما يأذكش انت. فهلاقيه اما شغال على السيل وول بتاع البكتيريا، يوقف السيل وول او يبوظ السيل وول، فالسيل وول لما يبوظ البكتيريا تموت. الاقيه شغال على السيل ممبرين ويوقف الفانكشنز اللي فيها. يعني احنا هنعرف ان شاء الله ان السيل ممبرين مليان فانكشنز، مليان انزيمز، مليان زي بورز فتحات، مليان حاجات كتير. فالحاجات دي لو باظت الخليه ما تعرفش تأدي الوظائف بتاعتها وتموت. هلاقيه وقف لي النيوكليك اسيد سينثيسز. النيوكليك اسيد يعني زي الدي ان اي مثلا والار ان اي بتاع البكتيريا، يوقف النمو بتاعها ويوقف تكوينه. طب تخيل حاجه كده الدي ان اي بتاعها وقف، يعني خلاص كل سنه طيب هي ماتت. يوقف انتاج البروتين. طب حتى لو الدي ان اي موجود بس الدي ان اي مش عارف يصنع البروتين، طب والبروتين دي اسينشلز ضروري للبكتيريا، فالبكتيريا ما تعيش. او ان هو يوقف لي الميتابوليك بروسيس، يوقف لي بقى انزيمات، يوقف لي الحاجات اللي بتدي لي انرجي للبكتيريا، فالبكتيريا ما تاخدش طاقه فالبكتيريا تموت. يبقى دي كلها خمس ميكانيزمات كده ما بيخرجش عنهم ميكانيزمات المضادات الحيويه. فدي صوره كده هو بيقول لي هنا يا اما هوقف الميتابوليزم بتاع الانزيم، يا اما هوقف السيل وول، يا اما هوقف البروتين سينسز، يا اما هوقف السيل ممبرين، يا اما هوقف الدي ان اي نيوكليك اسيد. وكاتب لي بقى تحت كل حاجه ايه الانتيبيوتكس اللي بتعمل كده. فالانتيبيوتكس دي مش عايزك تحفظها من دلوقتي عشان احنا هنتطرق ليها بالتدريج. يعني احنا دلوقتي هناخد الحاجات اللي بتشتغل على السيل وول وهقول لك ايه وايه، بعد كده الحصه الجايه هناخد الحاجات اللي بتشتغل على السيل ميمبرين وهقول لك ايه وايه. فمش شرط تحفظهم كلهم مره واحده كده، لا امشي معايا واحده واحده. سمي الله كده وابدا لي في اول كاتيجوريز من المضادات الحيويه، المضادات الحيويه اللي بتشتغل على ايه يا جماعه؟ على السيل وول. طيب بص يا سيدي، السيل وول اللي هو جدار الخليه ده هل موجود عندك؟ لا. امال عندي مين؟ عند البكتيريا. طيب في عيلتين شغالين على السيل وول، عيلة اسمها البيتا لاكتامز وعيلة اسمها البولي بيبتايدز. يبقى عيلة اسمها الايه؟ بيتا لاكتام، وعيلة اسمها ايه؟ البولي بيبتايدز. البيتا لاكتام فيها اربع افراد او اربع عائلات، يعني هي عيلة كبيرة اللي هي السيل وول انهبيتورز، يندرج تحتها عيلتين صغيرين اللي هي البيتا لاكتام والبولي بيبتايد. تعالى سيبك من البولي بيبتايد، تعالى لي على البيتا لاكتام. البيتا لاكتام يندرج تحتها اربع عائلات اصغر اللي هو بنسيل انسيفالوسبورين مونوباكتام كاربابينمز. معلش الاسماء هتلاقيها صعبه رخمه، انت دي اسامي عيالات هتتكرر بدل المره مليون، فمش هتبقى مشكلتك نهائي صدقني. طيب النهارده هناخد مين؟ هناخد البنسلينز بس يا دكتور. يبقى فاضل لها بقى سيفالوسبورينز مونوباكتام كاربابينم فانكومايسين باسيتراسين تايكوبلانين، تمام؟ دول كلهم هنتكلم عنهم بالتفصيل. احنا دلوقتي بنتكلم على دواء من عيله الايه؟ البيتا لاكتام. طيب بص يا دكتور، عيلة البيتا لاكتامز عموما اللي هو اللي هي العيلة دي اللي يندرج تحتها الأربعة دول فيها ثلاث مميزات. أول ميزة إن هي صيدل قاتلة نوت ستاتيك، يبقى هي ستاتيك ولا صيدل؟ لا صيدل، بتخش تخلص على طول تقتلي البكتيريا. وأكتف أجينست جروينج بكتيريا، يعني إيه يا دكتور؟ يعني بتقتل البكتيريا العايشة، البكتيريا الصحية، البكتيريا اللي بتتكاثر. ليه؟ هتعرف أو أقول لك دلوقتي. ان هي البكتيريا الصحيه اللي بتتكاثر بيكون عندها انزيم معين، والبيتا لاكتامز بتشتغل على الانزيم ده، وصلت ولا لا؟ فالبكتيريا لو مش عايشه، لو مش صحيه، لو مش بتتكاثر واكتف كده، مش هيكون عندها الانزيم ده، وبالتالي البيتا لاكتام مش هيعرف يشتغل عليه. يبقى الشرط بتاعي ان البكتيريا تكون عايشه وصحيه وجروينج بكتيريا.
تالت حاجة إن ليها سيلكتيف توكسيستي. يعني إيه يا دكتور سيلكتيف توكسيستي؟ يعني بتقتل البكتيريا وما تأذيش الشخص ده. طب إشمعنى يا دكتور؟ عشان الشخص أو الإنسان ما عندوش سيل وول والبكتيريا عندها سيل وول. وصلت ولا لأ؟ يبقى إحنا كده تلات حاجات عرفناهم. ليه الصيدل؟ عشان شغالة على السيل وول وتبوظه فالبكتيريا تموت بشكل نهائي. ليه هي شغالة against growing bacteria؟ عشان هي شغالة على انزيم معين، الانزيم ده موجود في البكتيريا العايشة بس. تالت حاجة ليه هو selective toxicity؟ عشان هو شغال على السيل وول والانسان او الهوست سيل ما عندوش سيل وول بل عنده سيل ممبرين. طب يا دكتور بص، انا عايز اعرف بقى الميكانيزم بتاع البيتا لاكتامز. بص كده حبيبي، سيبك من الكلام اللي فوق وسيبك من الكلام اللي جاي، بص لي على الرسمة الجميلة دي. لو جيت بصيت على السيل وول بتاع البكتيريا هلاقيه بيتكون من كور كده جنب بعض. الكور دي واحدة اسمها نام وواحدة اسمها ناج، واحدة اسمها نام وواحدة اسمها ناج. نام دي اختصار لان اسيتايل ميوراميك اسيد، وناج دي اختصار لان اسيتايل جلوكوزامين. المهم احفظها كده نام اهي عشان ما تتلخبطش دلوقتي، احنا ما صدقنا حفظناك. وناج، طيب النام والناج دي فيها تحت كده حاجة اسمها بيبتيدو جلايكانيك تشين. وصلت ولا لا؟ يبقى دي كلها كده اسمها بيبتيدو جلايكانيك تشين. شايف البيبتايد تشين دي؟ دي يا جماعه امينو اسيدز. شايف الكور الصغيره دي البيبتايد تشينز دي؟ اهي دي بيبتايد تشينز امينو اسيد. يبقى تعالى كده واحده واحده عشان ما تتلخبطش. انا عندي كوره كبيره اسمها ان اسيتايل ميوراميك اسيد اللي هي النام او الناك، بينزل منها بيبتايد تشين زي عنقود عنب صغير كده. وصلت ولا لا؟ كرة كبيرة تانية اهي نازل منها عنقود عنب صغير اهو. طيب قال لي بص يا دكتور، عنقيد العنب اللي نازلة دي شايفها اهي مربوطة ببعض، شايف الرابطة دي الخط الازرق ده؟ ده بيبتايد وده بيبتايد، صح ولا لا؟ عايزين نربطهم مع بعض عشان يديني حاجة اسمها البيبتايد تشين. فالعملية دي اسمها ترانس بيبتايديشن، ان هما يربطوها مع بعض. فمحتاجة صنايعي يربطهم. الصنايعي اللي بيربطهم اسمه ترانس بيبتايديز. اسمه يا جماعة ترانس بيبتايديز. ده الانزيم، الانزيم الصنايعي. يبقى تاني انا عندي تشين اهي وتشين اهي، عايزين نربطهم مع بعض، هتلاقي صنايعي. الصنايعي اسمه ايه؟ ترانس بيبتايديز. ادي الترانس بيبتايديز بيعمل ايه؟ بيربط البيبتايد تشين دي بدي، يربطهم ببعض. وصلت ولا لا؟ طيب الاسم التاني بتاع الترانس بيبتايديز والدكتوره اكدت عليه بتاع 3 4 مرات في المحاضره اسمه بنسلين بايندينج بروتين اللي هو البي بي بي. يبقى انا عندي انزيم، الانزيم ده فكرته ان هو بيعمل ايه يا جماعه؟ بيربط البيبتايد تشينز ببعض. طب هي فكرة البيبتايد تشين لما تتربط ببعض انا استفدت ايه؟ ان السيل وول بقى ماسك في بعض، شايف دي مسكت في دي. طب تخيل ان مفيش رابط ما بينهم، السيل وول هيبقى متفكك من بعضه فهيفك، فالخلية تموت وتضعف. وصلت ولا لا يا جماعة؟ فالفكرة هنا وبكل بساطة ان الصنايعي اللي هو الترانس بيبتايديز بيعمل عملية اسمها عملية الترانس بيبتايديشن اللي هي عملية التربيط. فالفكرة اللي انا عايز اوقف العملية دي، فالتربيط ده لما يقف السيل وول يفك من بعضه، يبقى هلهوله، يبقى ضعيف فيتفك. وصلت ولا لا؟ والخليه بتاعتي تموت. طيب بص معايا هنا، ايه اللي يخلي، سؤال بقى حلو، ايه اللي يخلي الانتي بايوتيك بتاعي يروح يمسك في الانزيم ده؟ مش انا قلت لك انا عندي الصنايعي اللي بيربط؟ طب انا الصنايعي ده لو جيت كتفت ايديه كده، هل الصنايعي ده هيعرف يشتغل؟ لا، انا مربطه، انا مكتف ايديه، مش هيعرف يشتغل. وبالتالي يا دكاتره انا عايز اربطه، عايز اكتفه. طب اكتفه ازاي؟ عن طريق البيتا لاكتامز. يبقى البيتا لاكتامز فكرتها بتوقف الصنايعي اللي بيربط، يبقى بتوقف مين؟ الترانس بيبتايديز او البي بي بيز. وصلت ولا؟ فلما يوقف الافكت والاكشن بتاعه ما يشتغلش، وبالتالي السيل وول بتاعي بيبوظ. طيب اشمعنى الصنايعي بتاعي ده يمسك في الانتيبيوتيك؟ ليه ما يهربش منه؟ بص يا سيدي، انا كصنايعي
انا نظري على قدي، معلم عن ايد العنب دي او البيبتايدز دي ان اخرها حاجه اسمها الانايل الانين. الانايل ايه؟ الانين دي العلامه بتاعتي. فانا راجل نظري على قدي، بروح ادور هو ده الانايل الانين ولا لا. اول ما اوصل هو ربط، فانا ماشي، انا حرفيا بحسس لغايه ما الاقي الانايل الانين ربط، الانايل الانين ربط، وصلت ولا لا، اللي هو العنبتين اللي في الاخر دول. طيب فالبيتا لاكتام ذكي شويه. ذكي ليه؟ قال لي شكله شبه شكل الالانايل الانين، شكله شبه شكل مين؟ الالانايل الانين. فانا الصنايعي اللي نظري على قدي، الصنايعي اللي هو مين؟ الترانس بيبتايديز، رايح اربط، رايح في شغل عادي، فماشي حسس انت الالانايل الانين يا ابني، هيقول لي تعالى، وهو مش الالانايل الانين، هو مين؟ هو بيتا لاكتام. ضحك عليا، اول ما يمسك فيا يقوم مكتفني. وصلت ولا لا؟ يبقى فكره البيتا لاكتام اشمعنى بيمسك في الانزيم الترانسبيبتايديز؟ عشان هو شبه الالانايل الانين، اللي هو الدي الالانايل الانين. وصلت ولا لا؟ اهو بص كده، ده شكل الاستراكشر بتاع الدي الالانايل الانين. طبعا مش عليك حفظ استراكشرز، الاستراكشرز انا حاططها لك عشان بس ايه تتخيل. ودي شكل الانتي بايوتكس بتاعتي، هلاقي فيهم التشابه كبير جدا من بعض. يعني بص على الاستراكشر ده وبص ده، في شكل شويه في الاستراكشر، فالترانسبيبتايديز بينخدع ويروح يمسك في مين؟ في البيتا لاكتامز، اللي هي بتشمل ايه بقى؟ البيتا لاكتام تشمل بنيسيلين، سيفالوسبورين، كاربابينم، مونوباكتام، دول الاربع عائلات بتوع البيتا لاكتام. تمام يا جماعه؟ اهو يقول لي ليه؟ عشان هو شبه الدي الانايل دي الانين. تمام يا جماعه؟ بعد كده يحصل ايه؟ سيل وول انهبيشن، يؤدي الى السيل لايسيس، ان الخليه تموت والخليه بتاعتي تتكسر. طيب البنسلين، يبقى احنا قلنا في عندك اربع عائلات من البيتا لاكتام، ايه هم؟ قولهم لي كده. بنسلين، سيفالوسبورين، مونوباكتام، كاربابينم. هنتكلم مين دلوقتي ونخلصه ان شاء الله؟ البنسلين. قال لي في نوعين من البنسلين، البنسلين الطبيعي بتاع الكسندر فليمنج، اللي هو الكسندر البنسلين البيور الناتشرال اللي كان طالع من البنسلين، وده عندي نوعين، يا اما بنسلين جي يا اما بنسلين في. وعايز اقول لك استخدامه دلوقتي ما عادش كتير. ليه؟ بسبب الريزيستنس، يعني مقاومه، الناس فضلت تهرس استخدامه اول ما طلعوه لغايه خلاص ما طلع عينه ما عادش بيجيب نتيجه. بعد كده السيمي سينثاتيك، ايه السيمي سينثاتيك؟ جبنا البنسلين جي والبنسلين في، بدانا نلعب فيهم ونعدل عليهم. طيب مشكله البنسلين جي والبنسلين في كان مشكلتين يا جماعه. اول مشكله ان هما كانوا نارو سبيكترم. يعني ايه نارو سبيكترم؟ يعني شغالين على نوع معين بس من البكتيريا. كانت ايه؟ كانت الجرام بوزيتيف. دي المشكله الاولى. يبقى المشكله الاولى لو لما جيت اسالك ايه هي المشكله عندي، ان هم ايه؟ نارو سبيكترم. يعني ايه يا دكتور نارو سبيكترم؟ يعني شغالين على نوع معين بس من البكتيريا. المشكله الثانيه ان الشعب هرسهم والبكتيريا هرستهم، فبقى في ريزيستنس، بقى في مقاومه. طب انت عارف البكتيريا كانت بتقاوم البنسلين ازاي؟ ازاي؟ قال لك البنسلين من عيله البيتا لاكتام، صح؟ فالبكتيريا، انا كبكتيريا عايز اقتل البنسلين، فاقوم مطلع انزيم اسمه البيتا لاكتاميز. بيتا ايه؟ لاكتاميز. يبقى البيتا لاكتاميز ده الانزيم اللي بيقتل البنسلين. يبقى يجي البنسلين يخش على البكتيريا يضربها، تقوم البكتيريا مطلع له السلاح بتاعها اللي هو البيتا لاكتاميز، يقوم مكسره. يبقى دي مشكله تانية. فانا عايز اتغلب على المشكلتين دول. فالمشكلتين دول بدانا نشوف حلول تانية سيمي سينثاتيك بقى. اول حاجه مشكله الريزيستنس بتاعه البنسلينيز، او اللي هي البيتا لاكتاميز، يعني بنسلينيز هي البيتا لاكتاميز. بدانا نجيب اتنين انتيبيوتيك اللي هو الميسيسيلين والاوكسيسيلين. يبقى انا ايه اللي حليت فيهم مشكله الريزيستنس؟ مضادات حيويه اسمها الموكوسه. بص كده، موكوسه اهي، ميسيسيلين واوكسيسيلين. تمام، موكوسه. يبقى دي تغلبنا فيها على مشكله الريزيستنس. طيب دكتور مشكله السبيكتروم يعني ايه؟ يعني انا عايزها تشتغل على جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف، والبنسلين العادي الطبيعي شغال على الجرام بوزيتيف، فبدات اعدل عليه. فطلعت عيله اسمها الامينوبنسلين، ام اكتب لي جنبها كده ام امينوبنسلين اي ام، اللي هي الامبسلين والاموكسيسلين. الاموكسيسلين ده مشهور جدا،
اللي هو الاوجمانتين وكلافي موكس معروف جدا. فانت هتلاقي حتى على الاوجمانتين على العلبه بتاعته من بره هي مكتوب عليه ايه؟ مضاد حيوي واسع المجال. يعني ايه كلمه واسع المجال دي بقى؟ فهمناها احنا دلوقتي، يعني بيقضي على الجرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف في نفس الوقت. وصلت ولا لا؟ طيب بعد كده بيقول لي انتي سودومينال بنسلين. يعني ايه؟ يعني مش بس شغال جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف، لا ده ممكن يشتغل على سودومينس اريجينوزا نفسها كمان. عندي كاربوكسي بنسلنس، يعني بص كاربوكسي اللي هي كاربنسلين وتكراسلين فيها برضو كار، بص كار، يبقى كاربوكسي بنسلين كاربنسلين تكراسلين، في مشكله؟ واليوريدو بنسلين اللي هي البيبراسلين. دي حاجات يا جماعه انتي سودومينال. يعني ايه؟ يعني شغال على السودومينس اريجينوزا. في مشكله في الكلام ده؟ طيب بص معايا هنا بقى على الناتشرال بنسلين، عندي نوعين، ايه هما وايه هما؟ بنسلين جي وبنسلين في. طيب يا دكتور الاثنين يتشابهوا ان هما نارو سبيكترم. يعني ايه نارو سبيكترم؟ يعني شغالين على الجرام بوز، بس في واحد شغال اكتر على الستريبتوكوكاي اللي هو الفي، وفي واحد شغال على الستريبتوكوكاي والستافيلوكوكاي والسبايروكيتس اللي هو الجي، بس عايز اقول لك الاثنين ضعاف. يبقى تاني مين خاص بالستريبتو بس؟ الفي، انما شغال على الستريبتو والستاف والسبايروكيتس الجي. قال لي بس الجي في مشكله، يعني ما يغركش ان هو شغال على حاجات كتير، الجي كان في مشكله، ما ينفعش يتاخد غير انجكشن حقن بس. طب يا دكتور ما تيجي تبلعه اسيد لابايل يا فندم. يعني ايه اسيد لابايل؟ بيتكسر بالاسيديتي اللي في الجي اي تي في معدتك، فالدواء بتاعي يتكسر ويبوظ. انما مين كان بيستحمل الاسيديتي؟ مين حمال الاسيه؟ الفي، عشان كده كان اسيد ستيبل، عشان كده في دوزج فورم منه اورالي، ينفع يتاخد اورالي، ينفع يتاخد عن طريق البق ويتبلع عادي مفيش منه مشكله. لكن الجي حقن بس، يبقى جي اكتب لي عليه كده انجكشن اونلي. لكن الفي حتى افتكر الفي، بص الفي عامله شبه البق المفتوح كده اهي، لو نايمناها على جنبها بقت بق، البق اهي اورالي. في اسهل من كده؟ عايز اعلم اطفال كي جي. تمام. طيب الاثنين فيهم مشكلتين، انا قلت لك ايه هما المشكلتين؟ نارو سبيكتروم شغالين جرام بوزيتيف بس، وريزيستنس بسبب ان بيطلع بيتا لاكتاميز. بص في فرق بين بيتا لاكتام دي عيلة المضاد، وبيتا لاكتاميز يعني الانزيم اللي بيقتل المضاد. وصلت ولا لا؟ دي الريزيستنس بتاعت البكتيريا، وده برضو بيطلع له البيتا لاكتاميز. فالبيتا لاكتاميز هي البنسلينيز، الانزيم اللي بيكسر البنسلين، وده شكل بنسلين جي وده شكل بنسلين في. عايز دي معلومه لنفسك يعني، والدكتوره قالتها برضو في المحاضره، ايه الفرق بين هنا وهنا؟ الفرق الاو، يعني شايف هنا في او وهنا مفيش او، الاو دي هو اللي خلت ده اسيد ستيبل، خلت ده بيستحمل الاسيديتي، وعشان كده بيتاخد اورالي. بص 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 او اورالي، او معها او، لكن ده نو او يبقى نو اورالي. شفت المايكرو سهلة ازاي؟ بذمتك دي صعبة؟ طيب نقف لغاية هنا النهاردة، ان شاء الله الحصة الجاية هنكمل كلامنا على الانتيبيوتكس، واتمنى تكونوا استفدتوا دكاترة، واي حد يعني محتاج اي حاجة يكلمني في اي وقت، وان شاء الله اقدر افيدكم. مع السلامة.